السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ معكم نعمان زريوح في فضفضة جديدة. أتعلمون الحياة صعبة ولست أنا من أقول هذا، إنها الحقيقة. إذن فلا فائدة من الجلوس والبكاء والشكوى من أي شيء من آبائنا، من الحكومة، من هذه الدنيا بصفة عامة. يجب أن ننهض ونقاتل من أجل أحلامنا. نعم، الحياة غير عادلة، يجب أن نتأقلم معها. قبل أيام كنت جالسا مع أحد أصدقائي وقال لي شيئا جعلني أفكر كثيرا. تساءل معي، قال لي: يا أخي نعمان، ما فائدة أن نلد أطفالا ونأتي بهم إلى هذا العالم الظالم؟ ألسنا ظالمين إذا أتينا بأطفال؟ هذه الدنيا لا تستحق أن تعاش، ولا تستحق أن نأتي بأطفال لكي يعانوا مثلنا. أنا أجد بأن هذا التفكير هو تفكير عقلاني، إذا حللناه جيدا سنجد أنه تفكير ذكي فعلا. ولكن أليست هذه 60 سنة الأخيرة هي السنوات الأكثر سلما؟ ألم تكن هناك حروب، الحرب العالمية الأولى أو الثانية، وحروب قبل ذلك بكثير، حروب طاحنة؟ الناس كانوا يتزوجون وكانوا يلدون أطفالا. هؤلاء الأشخاص الذين عانوا الحروب كيف فعلوا؟ ألم يلدوا أطفالا على الرغم من خطر الموت الذي يتربص بهم في كل لحظة؟ ألم تعاني البشرية من آفات، من أوبئة، من طاعون؟ نعم، ولو أنه كانت هناك أوبئة قاتلة كالحمى الإسبانية مثلا، ولكن الناس كانوا يلدون. ما أريد أن أقوله هو أن هذه الدنيا، هذا العالم، لم يكن عادلا أبدا في أي زمان من الأزمنة، ولكن نحن من نتحمل مسؤولية النهوض، التعلم من الأخطاء، وجعل الظروف السيئة ظروفا ملائمة. هكذا كان الإنسان دائما وسيبقى. يجب أن نقاوم، لا يجب أن نرضخ لأي ظرف كيفما كان. نعم بالفعل، ليس الجميع ينمون يترعرعون في نفس الظروف. هناك كما يقال من ولد وفي فمه معلقة من ذهب. ولكن يا أخي يا أختي، ألم ترى أن هناك العديد من الأشخاص الذين نموا في نفس ظروفك، بل في نفس حيك، درسوا في نفس مدرستك ونجحوا؟ هل هم أحسن منك؟ لا أعتقد. نحن نعلم أن هناك سياسيين مرتشون، فاسدون، هناك مشاكل في الصحة، في العدالة، في التعليم، هذا أمر معروف. الحياة ليست عادلة، ولكن هل نجلس ونبكي على حظنا التعيس؟ لا، يجب أن ننهض، يجب أن نعيش في هذا العالم كما هو، ويجب أن نخلق لنا كياننا على الرغم من جميع الظروف. تذكروا هذا جيدا. سأقول لكم شيئا مهما جدا، يا من تشاهدني قد يكون هذا الفيديو أهم فيديو ستشاهده في حياتك. العالم لا يهتم برؤيتك لنفسك، العالم لا يأبه بما تعتقده عن نفسك. جميع من يحيطون بك لا يهمهم إن كنت أنت مفتخرا بنفسك، تعتقد أنك الأفضل. لا، العالم يرى ما الذي تستطيع أن تفعله، ما هي قدراتك، هل لديك المال الكافي لتكون مستقلا بذاتك، هل أنت قادر على التأثير على المحيطين بك؟ إنها الحقيقة، حقيقة صادمة بالنسبة للكثيرين، ولكن عليك أن تفرض نفسك بما لديك. يجب أن تفرض نفسك على الآخرين ليس بما تعتقده عن نفسك، بل لما قد حققته فعلا من ثروات، من علم،
من تأثير على الآخرين. هذه هي أسلحتك لكي تفرض نفسك ولكي يحترمك الجميع. الناس لن يحترموك فقط لأنك أنت، لا، سيحترمون كلمة تقدمه لهم، للصورة التي تعطيها للخارج. أنا لا أقول هنا أن المال هو أهم شيء، لا أقول لك يا أخي كن غنيا، لا، كن مستقلا ماديا. عليك أن تجرب مثلا أن يمرض أحد أبنائك وتكون مضطرا لأن تطلب المساعدة من جيرانك لأن رصيدك في البنك فارغ. أليس هذا ذلا ومهانة؟ الناس لا يأبهون بشيء آخر، الناس يحترمونك لما لديك، لأن ما لديك هو أمانك ضد غدر الحياة. إذا انهض واعمل وكون ثروة، لأن هذا هو ما يهم يا أخي. عليك أن تكون مستقلا ماديا، لأن الاستقلال المادي صدقني سيفتح لك جميع الأبواب. نعم المال ليس هو كل شيء، ولكنه مهم في كل شيء. لا يوجد شيء في هذه الدنيا التي نعيشها لا يحتاج للمال، حتى مثلا بناء مسجد لكي نتقرب لله سبحانه وتعالى يحتاج للمال. المال مهم جدا. كما تعلمون أنا لا أستخدم لغة الخشب، أتكلم بصراحة من تجاربي الميدانية. أنا ابن الميدان، صدقوني بدون إمكانيات مادية ستعيش مذلولا، وهذه الحياة لا أريدها لك. ولكي نصل لهذه الراحة المادية يجب أن نعمل. اعمل على هدفك وتقاتل ولا تستسلم يا أخي يا أختي. الحياة علمتني أنه يجب أن نتوقف عن الحلم وأن ننهض لنعمل. ما فائدة أن نحلم بأن يكون لدينا قصر أو نشتري سيارة فارهة؟ ما فائدة ذلك إذا لم نعمل من أجل أهدافنا؟ تذكر هذا جيدا، إنها تجربة حياة. وتذكر يا أخي يا أختي أنه عليك أن تضحي، ولو أنه في البداية عليك أن ترضى بأي عمل كيفما كان، ما دام بطبيعة الحال حلالا فاعمل، لا تخجل، لأنه سيأتي وقت سوف تصل فيه إلى العمل الذي تريده، أو أن تؤسس الشركة التي تحلم بها. أنا مثلا وأتكلم عن تجربة خاصة، عندما كنت أدرس في إسبانيا اشتغلت في العديد من الشركات. نعم اشتغلت في شركة تأمين، في شركة اتصالات، ولكن أيضا اشتغلت نادلا في مقهى، ولا أخجل من ذلك، بل أنا مفتخر جدا بذلك، لأن ذلك ساعدني على تسديد مصاريف دراستي، وعلمني كيفية التواصل، كيفية تحسين علاقاتي الاجتماعية وتطوير ذكائي الاجتماعي. نعم اشتغلت نادلا في مقهى، ولا أخجل من ذلك، لأن هذه المرحلة كانت مرحلة من مراحل لكي أصل لأهدافي، ولا زلت أتقاتل لكي أصل لأهدافي. إنها الحياة، كما أقول الحياة حرب. لهذا فأنا شخصيا ولو عدت لنقطة الصفر فأنا أستطيع أن أنهض من جديد، لأنني عودت نفسي على القتال، على المحاربة، على تحدي الظروف كيفما كانت. أنت تتحمل مسؤولية فشلك ونجاحك وليس والديك، تذكر هذا جيدا. والدانا غير مسؤولين عن فشلنا ونجاحنا. سوف أحكي لكم قصة شخص أعرفه جيدا. هذا الإنسان تزوج 3 نساء ولديه 8 أو 9 أبناء. في مرحلة من عمره، مرحلة متقدمة، وصل لدرجة من الفقر المدقع، لدرجة أنه بدأ يتسول. نعم لديه 3 زوجات والعديد من الأطفال،
الذين هم الآن راشدون. فبدأ يلوم أمه على أنها سبب تعاسته بأنها ساحرة مشعوذة وأنها المسؤولة عن فقره وعن هذا المستوى المأساوي الذي وصل إليه. ولكن هل فعلا أمه هي المسؤولة؟ عندما كان يتزوج الأولى والثانية والثالثة، هل أمه كانت حاضرة؟ هل أمه هي التي فرضت عليه أن يلد 8 أو 9 أبناء؟ لا، أمك يا أخي ليست مسؤولة، أنت المسؤول. كن راشدا، كن واعيا، وتحمل مسؤولية تصرفاتك. في نهاية هذه الفضفضة سوف أذكركم بالمبادئ التي جاءت فيها. أولا، اعلم أن الحياة ليست عادلة، يجب أن تعيشها كما هي. ثانيا، العالم لا يأبه بنظرتك لذاتك. العالم يريد أن يرى من أنت، ماذا لديك، ما الذي تعطيه للآخرين، ما هي ممتلكاتك، ما هي المكتسبات التي وصلت إليها في حياتك. هذا ما يريد العالم أن يراه. ثالثا، توقف عن الحلم وانهض وقاتل من أجل أحلامك. ما الذي تريده من هذه الحياة؟ لماذا أنت موجود؟ الخالق سبحانه وتعالى يريد أن يراك ناجحا. اعمل، الحياة حرب يجب أن تفوز فيها، لا مكان للفاشلين في هذا العالم. أريدك أن تكون ناجحا، أن تكون محاربا، هكذا أريدك. وإذا حتمت عليك الظروف في مرحلة من مراحل حياتك أن تقوم بعمل أنت لا تريده، عمل قد تعتقد أنت أنه عمل مذل، أنه لا يناسبك، فلا، اعمل يا أخي، قم بهذا العمل، لأنه فقط مرحلة. سيأتي وقت ستتذكر فيه هذه التجربة بفخر. وأخيرا، إذا فشلت في حياتك فهذه مسؤوليتك أنت، أنت الفاشل، هذه ليست مسؤولية والديك. تذكر هذا جيدا، تحمل مسؤولية حياتك، أنت راشد. كانت هذه فضفضتي معكم أحبائي. تعلمون أنني أتكلم بصراحة لأنني أحبكم في الله، وأريد على الأقل 1% ممن يشاهد هذا الفيديو أن تتغير حياته. هذا سيكون فعلا مصدر فخر بالنسبة لي. موعدنا بحول الله ورعايته يتجدد في الفيديو القادم، وكونوا سعداء.